ألو شرطة، تطبيق جديد من تجسيد مهندسي المديرية العامة للأمن الوطني يسمح للمواطنين بإرسال رسائل استغاثة في حال حدوث أي طارئ يتطلب تدخل مصالح الشرطة. يسمح للمواطن هذا النظام بطلب المساعدة وتدخل مصالح الشرطة عن طريق خاصيتين يعني أساسيتين، الأولى وهي إطلاق إنذار في حالة ما إذا كان الشخص في خطر. أيضا في نفس السياق بإمكان التطبيق اختار الأشخاص ذوي الثقة كالأقرباء أو الأصدقاء في حالة ما تم إرسال إنذار، وهذا بإرسال رسالة نصية قصيرة SMS تحمل رابط الموقع الجغرافي لمكان إرسال الإحداث. إرسال صور وفيديوهات من مكان الحادث مرفوقة بإحداثيات مكان وقوعها ميزة أخرى يمنحها التطبيق. الخاصية الثانية إرسال حدث لافت للانتباه في الأماكن العمومية، يعني كل ما هو متعلق بالنظام العام كمثلا حوادث المرور، كارثة طبيعية، عائق في الطريق العام، أو كل حدث من شأنه المساس بأمن وسلامة الأشخاص وممتلكاتهم. بعد تفاعل المواطن مع هذا النظام، يعني بعد إرساله إنذار أو حادث لافت الانتباه، تطلع مصالح الشرطة بصفة آنية عن كافة الأحداث والتنبيهات المبلغ عنها، وكل حسب إقليم اختصاصه، مما يسمح بالتدخل الفعال لحماية المواطن وممتلكاته. عصرنة قطاع الشرطة واحد من أهم رهانات مسؤولي القطاع، والذي يبدو أنهم يسيرون فيه بخطوات ثابتة.